الأصل العشرون من رحمة الله جل وعلا أن جعل العمل الصالح سبباً لدخول الجنة، وليس العمل عوضاً عن الجنة، فسلعة الله غالية. ولذلك قال عز وجل: جزاءً بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا سبب، لكن لا يكون عوضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين وله ألفاظ متعددة: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله.